فيا ابن المسروع انت وهو. ضربونا يا ابونا، ضربونا يا ابونا، ضربونا. ضربوكوا؟ مين اللي عمل فيكم كده يا؟ ما تقلت على قد مين اللي عمل فيكم كده يا؟ ولاد ابو اسماعيل. ولاد ابو اسماعيل؟ تاني ولاد ابو اسماعيل؟ ده انا هكسركم، ده انا هكسر دماغ. اوعى. ما احنا بنعرف نتصرف يا معنانا. مفيش معنانا ده. انا دكتور، دكتور جمعه. يعني انت هتاكلني ولا ايه؟ تمشي جنب الحيط مدتك هتعدي على خير، تبعد بعيد عن الحيط هضربك بالبرطوش زي البرص. بص يا حاج، اديني بقى. رايح فين انت؟ اسمع يا ياد، انت اللي هيحصل هنا في الاوضه دي دلوقك لازم يفضل سر بيني وبينك اليوم الدين. لا لا لا، ثلاثة يا حلوة، كل الفنانين ثلاثة يا سخرة. ده انت عيل قليل الأدب، والأدب مش هينفع معاك يا سيدي. يا مدلعك يا جدع يا أصيل. لا لا مستحيل، الصوت ده مستحيل. لا 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 لا، أرجوك أرجوك. غريب الله. تعال نكمل، تعال نكمل. ماشي يا بابا. بتهرب ليه؟ بتجري ليه؟ ايه مرعوب؟ مرعوب ليه؟ انتوا جبتوا لي جميع الامراض اللي عرفها العلم وما عرفهاش العلم. كل ما هو سلبي جالي بسببكم. قريرك كلها زي الزفت، مفيش قدامي غير ان انا اعتمد عليك. وازاي بقى هعتمد عليك؟ مش عارف، شكلك هتودينا في داهيه. هي الخناقه كده خلصت خلاص؟ والله عيب علينا ان انضرب الضرب ده كله. ما تنساش لما تخرج تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب، وتستنانا في الحلقات اللي جايه. شد حيلكم، انا بقى ايه شويه.